اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم بقى فقرات برنامجنا. يمكن دلوقتي فقرتنا الطبيه هنتكلم فيها عن الجراحه. هي الجراحه احد اهم التخصصات اللي احنا طبعا ما نقدرش نستغنى عنها لا قدر الله في العديد من الحالات، ورغم خطوره الجراحه لانها تعتبر حل جذري وسريع وامثل لعدد من الحالات، والحمد لله مع التقدم العلمي اصبح خطوره الجراحه يعني قليله جدا مع زياده انتشارها وكثره استخدامها. هنتكلم النهارده في هذا الموضوع، نتعرف اكثر عن هذه المهنه الحساسه مع الدكتور احمد الخولي استشاري الجراحه العامه وزميل كليه الجراحين الملكيه بلندن. دكتور احمد برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، فرصه سعيده. استاذنك قبل ما نستفيد اكثر في الحوار نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. تحت امرك. اشوف تقرير المشاهدين ونكمل معاك. الجراحه هي إحدى التخصصات الطبية التي تعتمد على الإجراءات اليدوية والأدوات التقنية المطبقة على المرضى بغرض المعالجة أو التحقق من وجود حالة تلف نسيجي والتي قد تحدث نتيجة لبعض الأمراض أو لإصابة ما. ويهدف الإجراء الجراحي إلى تحسين الأداء الوظيفي أو الشكل الظاهري للعضو، وفي بعض الحالات قد يكون الغرض دينيا، ويمكن أن يطلق على التدخل الجراحي إجراء جراحيا أو عملية أو ببساطة جراحة. العمليات الجراحية قد تجرى على الإنسان أو الحيوانات، ويطلق على الشخص الذي يجري العملية الجراحية جراحا، وقد يوصف أيضا بالممارس الطبي، ولكن قد يطلق مصطلح الممارس الطبي أيضا على الأطباء والأطباء المختصين في طب الأقدام وأطباء الأسنان المعروفون أيضا بمسمى جراح الفم، وكذلك الأطباء البيطريين. قد يستغرق الإجراء الجراحي من عدة دقائق إلى ساعات، وبشكل عام لا يمكن أن يكون الإجراء الجراحي علاجا مستمرا أو دوريا. ويشير مصطلح الجراحة أيضا إلى المكان الذي تجرى فيه الجراحة، أو قد يشير ببساطة إلى مكتب الطبيب أو الطبيب المختص في طب الأقدام أو الأسنان أو الطب البيطري. وتصنف الإجراءات الجراحية بحسب عدة عوامل كمدى خطورة الحالة، نوع الإجراء، العضو أو الجهاز المراد معالجته، درجة الغازية والأدوات المستخدمة. وهناك ما يسمى بالجراحة الاختيارية، وهي الجراحة التي تهدف لتصحيح حالة مرضية غير مهددة لحياة المريض، وعادة ما يجرى هذا النوع من الحالات بحسب طلب المريض وبحسب توافر الجراح المناسب. يمكن زي ما شفنا في تقرير المشاهدين ان الجراحه مهنه حساسه جدا ومتشعبه، يعني كتر خير يعني الناس اللي بتقوم على هذه المهنه، الدكاتره اللي هم لازم يكون على كم كبير جدا من التركيز، خاصه العمليات الجراحيه اللي بتستغرق وقت كبير، يعني وقت كبير جدا جدا، احيانا بتصل لست وثمان ساعات. اكتر من كده احيانا، في بعض الاحيان اكتر من كده، بال 12 ساعة ولا 14 12 ساعة كمان ما شاء الله يعني. طيب قبل ما اسال حضرتك ازاي يعني بتقدروا تكملوا، يعني القدرة عندكم انكم تقعدوا 12 ساعة في عملية جراحية، خليني اتكلم كيف تقيم العمليات الجراحية، او استفدنا اكثر في الحوار عن مهنة الجراحة، تقول ايه؟ مهنة الجراحة قديمة قدم التاريخ. نعم. قدم الانسان نفسه. مع ظهور الإنسان وظهور المجتمعات البدائية الأصلانية الأولانية في الحياة، ظهرت مشاكل بين القبائل أو بين المجاميع أو بين الأفراد المتجاورين. نعم. المشاكل ده قد تكون على المية، على الزرع، على الأكل، على الطعام، على الماشية، على 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 على. نعم. ممكن نتيجة المشاكل أو الاختلافات دي بتحصل نوع من المشاجرات، تطورت إلى أنواع من الحروب. وعلشان كده أنا يمكن من الناس اللي بتقول الجراحة وعلم الجراحة مدين للحروب بكتير جدا. مدين للحروب بكتير جدا في تطورها. فنتائج هذه المشاجرات أو المشادات أو الحروب بين القبائل بيحصل جروح وكسور، وبيحصل تهتكات في أنسجة في الجسم. فلازم يطلع حد يصلح هذه الأنسجة. ظهور هذا الشخص اللي هو بيختص بتصليح هذه الأنسجة، وإن كان بتساعده بعض الأعشاب الطبية أو إن كان بتساعده بعض الأشياء الأخرى، ده أدى لظهور مهنة الجراحة. طيب مهنة الجراحة في حد ذاتها هي مهنة، ما هيش مستقلة 100%، لأن في مهن مساعدة أخرى
بتساعد الجراح على أداء مهمته. تمام. زي مثلا مهنة التخدير، زي مهنة التمريض. نعم. المهنتين دول مهنتين مكملين ومساعدين للمهنة الجراحية الأساسية. تمام. وجدوا أن الجروح اللي كانت بتتعمل للإنسان أو البني آدم الأولاني بتحتاج أنك تعملها له وتقلل الألم اللي ممكن ينتج نتيجة التدخل الجراحي. كلمة الألم في التدخل الجراحي دي كمان بتقي بعض الناس من الجراحة، بس برضو أقدر أوصي وأقول ما يقلقوش وما يخافوش، كل حاجة لها حل دلوقتي. والتطور السريع اللي حصل في علم الجراحة واللي صاحبه تطورات في علم التخدير، نتائج الحروب اللي حصلت في الحرب العالمية الثانية اللي العالم كله في رأيي أن بيدين لها بالفضل، في تطورات كتيرة جدا تكنولوجية وعلمية وكيميائية وفي علم التخدير وفي علم الجراحة حدث، وعلم العظام تطور سريع جدا. نعم. في هذا العلم اللي هو علم الجراحة. طيب دكتور، يمكن كلنا بنتعرض لجروح، بنتعرض لبعض يعني المشاكل اللي ممكن تخلينا تسفر عن التعويرة في جسمنا او بعض المشاكل دي، لكن امتى الطبيب يقرر ان هو يتدخل جراحيا؟ تمام. احنا لو اتكلمنا على المستوى البسيط زي الجروح البسيطة اللي ممكن تحدث في الاطفال مثلا او تحدث في اي شخص كبير او صغير، على حسب طول وعمق هذا الجرح ومكانه طبعا. تمام. لو جرح بسيط وسطحي زي خربشة بسيطة مثلا كده مش محتاجة تدخل جراح، الأم نفسها تقدر تقرر فيها، وإن كان يفضل أنها تستشير جراح. طب لو كانت موجودة في مكان حساس زي الوجه مثلا، جفن العين، المنطقة الجبهة اللي في الوش، دي مناطق ظاهرة ومناطق واضحة في الجسم، يستحسن أنها تتم بعملية جراحية فيها نوع من الفاينس او التجميل يعني بصفه عامه، يبقى الجرح ده يتعمل بشكل تجميلي بدل ما يبقى مثلا سبعات في ثمانيات او حرف اكس او زائد او 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 اكتر من واحد، يبقى خط صغير زي خربوش صغير ممكن ببعض الكريمات ممكن يتعالج. فاذا رؤيه الجراح هنا مختلفه عن رؤيه الام، على حسب مكان الجرح نفسه، اهميته بالنسبه للمظهر الخارجي للانسان ايه. الحاجه الثانيه طول وعمق هذا الجرح. الحاجة التانية لو هو نافذ أو غير نافذ، لو هو نافذ لتجويف بطن أو تجويف صدر أو أي تجويف من التجاويف أو في أي منطقة تحتوي على بعض الأعضاء الحساسة الموجودة في الجسم، هنا لازم إن احنا نقرر على طول نروح للطبيب اللي هيقرر التدخل الجراحي علشان يقدر إنه يسيطر على إن كان نزيف، إن كان يسيطر على تهتك موجود في أورجان أو في أمعاء أو في عضو من داخل الجسم، نقدر نتصرف ونحلها. طيب احيانا بيخشى المريض ان هو يروح للدكتور، لان في مقوله يعني درجه كده يقول لك اسهل ما عنده ان هو يفتح. ازاي توضح المعلومه دي؟ لا لا، انا احب اطمن الناس لهذه المقوله. انا اتربيت وتعلمت في على المدرسه الانجليزيه على الاتي، انك هتقدر تعمل عمليه بعد 5 سنين، تتعلم نعلمك تعمل عمليه بعد 5 سنين، هتجود نفسك وتطور نفسك 10 سنين، هتقعد طول عمرك تتعلم امتى ما تعملش العمليه دي. القصه مش ان احنا المريض ان بيجي مثلا اسهل حاجه ان انا اقول لا هفتح، لا طبعا. المفروض المريض يعرف الاول تشخيصي انا عندي ايه، ايه الطرق المثلى لعلاجي، تمام، ايه البدائل لهذه الطرق، ويناقش دكتوره في كده، ايه البدائل لهذه الطريقه، ايه المشاكل اللي هتحصل لو انا ما عملتش كده، طب هل المطلوب ده مطلوب دلوقتي ارجنت ولا ممكن تأجيله او ممكن اخده على وقت يكون انسب بالنسبة لي. اذا قصة ان اي اسهل حاجة عند جراح الفتح دي قصة مش حقيقية، بالعكس المريض ممكن بهذه الكلمة ممكن يدي لنفسه ايحاء تطميني كاذب او غير تطميني كاذب، ان هو يهرب او يتهرب من حاجة مطلوبة، ان في بدايتها نقدر نعمل حاجة، انما لما تتأخر وتتطور هيكون الوقت فات. نعم. يعني زي بعض الأورام السرطانية مثلا، ممكن تبدو في ظاهرة وكأنها أورام حميدة، المريض يتوكل على أنها أورام حميدة وخوفه من الألم وخوفه من كلمة هتفتح أن تخليه أجل العملية اللي ممكن يعملها. نعم. الحاجة اللي ممكن نكتشفها مبكرا أو نقدر نتعامل معها مبكرا في مرحلة أولى أو تانية أو تالتة بدري، ونقدر نتعامل معها ويبقى علاجها شافي تماما، نضطر او المريض هينتظر لدرجه او لوقت ان يحصل مشاكل. تمام. نيجي مثلا مريض عنده حاجه بسيطه زي فت، يفضل طول عمره عايش بيه، يقول لك ما عنديش حاجه، طب وايه يعني؟ انا ما حصلليش حاجه. ما انت ممكن طول عمرك ما يحصلكش حاجه، ده صحيح، انما في يوم معين شلت حاجه تقيله، كحيت، حزقت نتيجه امساك او خلافه، الفتق ده برز لبره، اتخنق، دخلنا في غرغرينا،
في الامعاء. دخلنا بدل عمليه بسيطه وسهله وبتتعمل داي كيس ممكن توصل لاستئصال وتوصيل امعاء بالاضافه لعمليه الفتح. يبقى انت حملت نفسك ما لا تطيق وحملت جراحك مشاكل، لان حالتك الصحيه بتتغير، الالكترولايتس الموجوده في الجسم بتتغير، الحاله الكيميائيه للاملاح المعدنيه الموجوده في الجسم بتتغير. لو كان عنده مشاكل طبيه بتتضاعف وبتزيد. فانت بتحمل نفسك حمل اكتر. الحاجه في اولها ملحوقه. الجراح لازم تبقى عارف ان الجراح المفروض انه امن لنفسه والمريضه. بمعنى لو في عيان ما تعملوش عمليه لازم هيتقال له ما تعملكش عمليه. لو في عيان ممكن يتاجلها فوريفر ما يتعملش طول العمر هيقول له ما تعملش طول العمر. ده المفروض. يعني المقوله اللي هو بيسال يفتح دي طبعا خاطئه. ده مقوله من الاتكال والتكاسل بتاع المرضى ان هم مش عايزين ياخدوا اكشن يصلحوا بيهم حياتهم. واحنا عايزين نرفض هذا. خايفين ان هم يتعرضوا. وممكن الخوف الجراحات. والخوف من الالم. تمام. الخوف من الالم ده سبب كبير جدا. بمناسبه الحديث عن الفتق يا دكتور، حضرتك يعني عايزك تميز لي بين نوعين الفتق وازاي الواحد يعني يشعر ان هو في حال العمليه الجراحيه عشان يتخلص من هذا المشكله. هو عموما انا هعرف الفتق بطريقه بسيطه. هو بروز جزء من داخل تجويف الجسم الى خارج الجسم ومحاط باغشيه تسمى الساك او الحوصله. ده ببساطه تعريف يعني ايه فتق. تمام. انواع الفتق له انواع كتيره جدا. في فتق داخلي داخل جدار البطن زي فتق الحجاب الحاجز، ده انت ما بتشوفوش ولكن بيتشخص بالاعراض بتاعته ويتشخص بطرق اخرى. تمام. زي المناظير والاشعاعات اللي هي بالصرخه. فتق خارجي ان جزء بيبرز من داخل تجويف البطن نتيجه ازدياد ضغط البطن الموجود او نتيجه ضعف عضلات البطن الموجوده، وبالتالي بتبرز جزء منها محاطه بالغشاء البروتوني تكون حوصله ويطلع جزء اسمه الفتق. تمام. طيب ده الفتق العادي. له اماكن كتيره جدا، اشهرها الفتق الارابي او الفتق الفخذي، او في انواع اخرى نادره من انواع الفتق ممكن في جدار البطن او فتق السري. دي انواع عامه وكتير. طيب امتى يضطر المريض ان هو يحتاج عمليه عشان يتخلص من الموضوع ده؟ نتكلم على القصه دي. اي فتق في الدنيا المفروض ان له عمليه. ولكن بشروط. حتى لو كان بسيط او لسه حتى لو كان بسيط وحتى لو كان سهل. جميل. له عمليه ولكن بشروط. يعني نقول ايه هي الشروط. لو كان فتق بسيط هنبتدي من الاخر. لو كان فتق بسيط في عيان ضعيف عضلاته بنيانه ضعيف وبيشيل حاجه تقيله مثلا وعنده مثلا كحه او كلام من ده وارد انه يكبر. طب ما ندخله في فتره او في ظروف احسن ما ننتظر، لان احنا بنعمل هذا الفتق وبنضيف له دعامه اللي هي الشبكه الجراحيه. يعني تعالج في الاول احسن ما بعد كده تتفاقم احسن الأمور. ما تكبر وتتفاقم. نعم. الامور. طيب جميل. الفتق اللي في المنطقه الارابيه، الفتق اللي في المنطقه الارابيه في الاطفال وهم لسه من سن شهر او اقل كمان ممكن يتعمل لهم الفتق ده وبجرح بسيط كده ونتائجه سهله جدا وبيخرج العين بعد 10 دقائق او ربع ساعه. تمام. اذا عمليه بسيطه خالص. اللي بعدها شوف تطور بس الموضوع. الفتق السري لا، ده ما نعملوش عمليه. لو طفل اتولد وعنده فتق في السره بنستنى لسن 4 سنين، لان وارد ان هذا الفتق اللي موجود في السره يقفل لوحده دون التدخل الجراحي، واحنا بنقول للامهات الكلام ده صراحه. اتيهولنا بعد 4 سنين الا اذا كان في مضاعفات. مضاعفات ممكن تكون زي يا دكتور؟ زي اختناق، انه ما بيرجعش. في الام كتيره، حصل التهاب موجود عليه. اي حاجه ممكن في الاحوال دي بس في الاحوال دي نضطر لعمل وهتنكسر القاعده اللي احنا قلنا عليها. تمام. طيب احنا قلنا واحنا معديين كده الفتق الداخلي. الفتق الداخلي ده بيحدث في ممكن في سن صغير وممكن في سن كبير. تمام. مع الناس الكبار في السن او عاده الميدل ايج او اللي هم المتوسطين بيبقى الصمام اللي هو الحاكم اللي بين المريء والمعده ضعف. تمام. العضله الموجوده دي ضعفت، بيسحب جزء من المعدة فوق يطلع للقفص الصدري ومحوطة بغشاء حواليه. بقينا هنا في قصة الفتق اللي قلنا عليه. تمام. أو يحدث حاجة ارتجاعات المريء المتواصلة نتيجة ضعف الصمام اللي قلنا عليه. يحدث أن جزء منها يعمل التهاب نتيجة احتكاك الحمض اللي هو الهيدروكلوريك أسيد بتاع المعدة. تمام. مع المريء يحصل شورتنينج بالمنطقه اللي هي الموجوده او اللي هي في فصله كده صمام معين في المنطقه دي. تمام. تقوم تسحب جزء معاها من المعده لفوق يحدث الفتق الداخلي. طيب ده له تدخل؟ له تدخل، وننصح بالتدخل بتاعه. كنا زمان بنقول تدخل بالجراحه
نعمل له حاجه اسمها نسل فاندوبلايكيشن. دلوقتي انا هقول لحضرتك كنا بنعملها بالجراحه. تمام. بنفتح فتحه كده في جدار البطن بطول معين ونخش نرجع الفتق لاصله ونضيق الصمام الموجود ده ونعمل صمام جديد حوالين المريء. ده قصه الفتق الداخلي. طيب دلوقتي بقت الموضوع عامل ازاي؟ بقى الموضوع اسهل بكتير. بدل ما كنا بنفتح فتح طوله مثلا 15 20 سنتي لا عدنا بنخش عن طريق اخرام في جدار البطن بالمناظير الجراحيه. كل خرم عباره عن نص ملي يعني نص سنتي اللي هو 5 ملي عن طريق اربع اخرام بنخش عن طريق جدار البطن بنحدد مكان الفتق بنرجعه بنصلح الصمام من جوه. كل ده تداخلات جراحيه داخل جدار البطن عن طريق استعمال المنظار. طيب. والالات بتاعه المنظار. المنظار طيب. الجراحي عباره عن ايه؟ عباره عن كاميرا بتدخل لتجويف البطن. بعد ما بنبنى تجويف البطن بنوع من الهواء ننفخه علشان نرفع جدار البطن عن المحتويات الموجوده جوه وببوزيشن معين بنخش بالكاميرا دي عن طريق فتحه في صوره المريض او في اي مكان احنا بنحدده طيب. على جدار البطن بنقدر بالكاميرا دي نشوف ايه اللي جوه. يعني انت عينك انتقلت دلوقتي الى داخل تجويف البطن. كنا عشان نشوف لك ايه اللي داخل البطن تحديدا بالظبط. كنا عشان نخش قبل كده كنا بنفتح دلوقتي ما بنفتحش دلوقتي احنا بنخش بمنظار احنا نعرف ايه اللي موجود جوه البطن من غير ما نفتح ونستخدم من غير ما نعمل اي حاجه. كل بنخش بجرح صغنن نخش عن طريق بروب كده وندخل فيه كاميرا. الكاميرا دي نبص فيها على اللي احنا عايزينه داخل جدار البطن. تمام. داخل تجويف البطن. نعم. نحدد المنطقه اللي احنا هنشتغل فيها ثم عن طريق الات صغننه بطول معين العرض بتاع الاله زي عرض القلم الرصاص بالظبط او القلم الفرنساوي اللي احنا بنستعمله ده حاجه زيه كده تخش بس بتكون طويله شويه بنخش بيها نقدر عن طريق الهاند تو اي كوردينيشن. ودي المهارات اللي تطورت برضو من التطور في علم الجراحه. تمام. ان ايدك وعينك بيتوافقوا مع مخك في لحظه واحده. انا عيني على تلفزيون وايدي بتشتغل في جدار البطن ومخي بيدي الاشارات لايدي انها تتحرك تعمل كذا. تمام. دي اسمها او التالنت الجديد اللي هو هاند تو اي كوردينيشن. دي الجراحه بالمناظير. دي الجراحه بالمناظير. نقدر عن طريق جراحه المناظير نعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا. طيب لو اتكلمنا برضو عن الجراحه بالمناظير هل تغني بالفعل عن الجراحه العامه ولا في بعض الحالات اللي لا تلزم انها تستخدم فيها الجراحه العامه وما ينفعش فيها استخدام الجراحه بالمناظير؟ للامانه الشديده مفيش حاجه في الدنيا هتغني عن الجراحه العامه. انما جراحه المناظير في حالات مختاره بتؤدي ما هي حالات بسيطة قصدي حضرتك يعني اللي هي بتستلج يعني الحالات الكبيرة جدا في الجراحة العامة دلوقتي بتتعمل بالمناظير كلها بتتعمل بالمناظير. طبعاً. ولكن في حالات دقيقة من غير لا في مشاكل نتيجة حالات معينة في عيان معين ده لازم يتعمل له جراحة عادية ما يتعملش جراحة مناظير. يعني مثلا طب امتى يتطلب الجراحة بالمناظير وامتى يتطلب الجراحة العادية؟ ماشي اه السؤال ده جميل جدا. ربنا يخليك. انت جيت دخلت بالمنظار بتاعك علشان تعمل مرارة بالمنظار. نعم. لقيت داخل تجويف البطن التصاقات شديدة جدا وصعب عليك ان انت تفك هذه الالتصاقات بالمنظار. ايه الحل البديل؟ ولازم تعمل العملية. الجراحة العادية طب. لازم ترجع تفتح وتوسع الفيلد بتاعك ويساعدك واحد او اتنين وتقدر تسلك هذه الالتصاقات وتخش على المكان اللي انت عامله. ودي حصلت على فكره. نعم. بس حصلت دلوقتي بقت نسبه كام في كام. يعني مثلا انا بعمل مراره بالمنظار. زمان اول ما اتعلمت كنت بعملها بالجراحه. وبرده في اول ما اتعلمت ازاي اعملها بالمنظار. واحنا كنا اي حد بطبيعته بيقاوم الجديد. فكنا نصغر الجرح بتاع الجراحه يعني طب ده كذا ده كذا. انما الحقيقه احنا عملنا عدد كبير جدا من جراحات المراره بالمنظار. كل مثلا اقول لك مثلا 100,000 حاله مثلا ما تجي لنا حاله نفتحها جراحه. ما شاء الله. ومضطر انك تفتحها جراحه. يعني احنا بس يبقى حالات فرديه مش حالات كتيره يعني كده المنظار اغنانا شويه عن الجراحه العاديه. تماما تماما. نعم. تماما ده مثلا حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنعمل من ضمن الحاجات تدبيسات المعده بالمنظار. تحويل مسار الامتصاص بالمنظار. تمام. حزام المعده بنعمله بالمنظار. طيب استئصال الكلى دلوقتي بالمنظار. استئصال الطحال بالمنظار. هي القصه كلها بقت ايه؟ طالما التكنولوجيا ساعدتك ووفرت لك التولز او الالات اللي هي المساعده اللي تقدر بيها
تؤدي المهمه اللي انت عايزها فبقت سهل. طيب خلينا نطمن برضو الناس اكتر يا دكتور، معلش انت عارف مع كل تقدم التكنولوجي بيبقى ليه برضو بعض السلبيات، هل الجراحه بالمنظار او الجراحه بالمناظير دي ليها اثار جانبيه ولا ما فيهاش اثار جانبيه زي الجراحه العاديه؟ لا بصراحه لا اي حاجه في الدنيا لها مشاكل. نعم. حتى لو هنعدي الشارع دلوقتي مع حضرتك وارد ان يحصل مشكله. تمام يا فندم. انما مشاكل الجراحات بالمنظار بسيطه جدا وسهله جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. ويمكن تلافيها. سريعا ايه هي وازاي ممكن اتلافاها عشان بس يعني مثلا وانت داخل بالمنظار عن طريق الدخله الاولانيه ممكن تخش بجزء من الامعاء، ممكن تخش. طيب احنا ما نخوفش الناس بس بنقول ده اللي بيحصل بالزبط. انما برضو اللي هيحصل لو حصل ده هيحصل مع مين ويحصل امتى ويحصل ازاي؟ تمام. مع مين؟ مع الواحد اللي هو مش ويل تريند، مش متدرب كويس، تمام، ما عندوش الخبره الكافيه. طيب تحصل بنسبه كام؟ هنقول 1 في المليون. نعم. طيب لها علاج ولها حل؟ لها علاج وحل. نعم. ممكن تجنبها اصلا؟ ممكن تجنبها اصلا. نعم. ممكن تجنبها ازاي؟ الفتحه اللي احنا داخلين منها الاولانيه اللي احنا بنخش فيها، اولا نتاكد ان ما فيش اسباب نتيجه التصاقات تعمل تصاقات في جدار البطن الامعاء او 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 جزء من الاعضاء الموجوده داخل الغضروف البطن. تمام. بجدار البطن. تمام. الحاجه الثانيه نختار الوقت الوقت اللي احنا عايزين، التوقيت المناسب، المكان المناسب للدخول. تمام. الحاجه الثالثه نفتح فتحه صغننه نبص من خلالها برؤيه العين المجرده. نعم. ونخش بعد كده نكمل بقيه عمليتنا. خلينا نقول يا دكتور حتى اذا كانت الجراحه بالمناظير ليها اثار جانبيه بس الاثار يعني ما فيش مشاكل منها زي ما حضرتك قلت ان احنا ممكن نتغاضى عنها. في نهايه هذا اللقاء بشكرك جدا الدكتور احمد الخولي استشاري الجراحه العامه وزميل كليه الجراحين الملكيه بلندن. شكرا لك يا دكتور. اشكر حضرتك واشكر قناتكم الجميله وان شاء الله نقدم برامج يستفيد بينها مصر والمصريين باذن الله. ان شاء الله يا فندم، وعد حضرتك ان شاء الله يكون في لقاءات مستمره ونستفيد اكثر في الحوار عن هذه المهنه الحساسه. حاولنا مشاهدينا من خلال هذه الفقره نطمن حضراتكم ان الجراحه بسيطه، ما نخافش وما نقلقش، بلاش الشائعات اللي يقول لك ما نروحش الدكتور الجراح وقال لك اي وقت ممكن نفتح. لا، الجراحه مش الدكتور ما بيلجاش للجراحه الا اذا كانت الحاله تتطلب ذلك. مشاهدينا للاسف خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم اللون الاخضر كمان الاسبوع خلصت النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشدويني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. Thank you.